مشاهدينا الكرام، للحديث عن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن الزلزال الذي ضرب كل من تركيا وسوريا، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني. حياكم الله دكتور ثامر. حياكم الله أخي الكريم ومشاهدي قناة الرافدين الأكرام. بداية دكتور، ما الذي يمكن أن تقوله هيئة علماء المسلمين في سياق التضامن مع نكبة الشعبين في تركيا وسوريا جراء هذا الزلزال؟ حقيقة أخي الكريم، الهيئة تتابع الأوضاع في ما أصاب اليوم سوريا وتركيا، تتابعها بألم وحزن كبير جدا. آثار الزلزال المدمرة في تركيا وسوريا قد أعربت عن الهيئة عن تضامنها الكامل مع الشعبين التركي والسوري، لأن مصابهم كبير وأليم لما خلفته الزلازل من آلاف القتلى وأضعافهم من المصابين. شاهدنا دمارا هائلا في أحياء سكنية قد سويت بالأرض والناس تحت الأنقاض إلى هذه اللحظة، على الرغم من الاستنفار الكبير للأجهزة التركية، إلا أن الفاجعة أكبر بكثير من إمكانيات الدول وحدها. ولذلك الأوضاع في سوريا مؤلمة جدا، خصوصا في المناطق شمال سوريا، لأننا نتكلم عن منازل مدمرة مهدمة وتحتها مئات البشر. هذا يعتبر أكبر تحدي تواجهه طواقم الإغاثة، لأنها لا تستطيع أن تغطي في وقت قصير كل هذه المدن التي أصابها الزلزال. وهناك تحدي آخر، وهو بقاء الناس بلا مأوى وبلا غذاء في ظل ظروف جوية باردة صعبة جدا. هيئة علماء المسلمين تتضرع إلى الله عز وجل أن يخفف معاناة إخواننا في سوريا وتركيا، وهذا الابتلاء العظيم لا بد أن يقابله صبر واحتساب وإيمان بالله عز وجل، لأن هذه القدرة العظيمة فيها رسائل للمتغطرسين بقوتهم وصواريخهم أنها لا شيء أمام قوة الملك الجبار. دكتور ثامر، ما هو المطلوب عربيا وإسلاميا كذلك لتخفيف هذه الفاجعة التي أصابت الشعبين التركي والسوري؟ حقيقة المطلوب خلال هذه المحنة وهذه الفاجعة هو التلاحم والتكاتف والتعاون، هذا أولا، بين أبناء الشعب سواء في تركيا أو في سوريا عموما، ومطلوب دوليا خصوصا عربيا وإسلاميا، سواء على مستوى الدول وأيضا على مستوى المنظمات الإنسانية وحتى الفردية. عليها أن تقدم المساعدات العاجلة، تبدأ بإغاثة الناس وتوفير ما يحتاجونه، وأيضا المشاركة في البحث عن الناس تحت الأنقاض وإنقاذهم. ولذلك الهيئة دعت كل من له قدرة على المساعدة إلى المشاركة في إغاثة النازحين وعفر الناس ومساعدة المنكوبين، والعمل على تخفيف معاناة الناس بسبب الكارثة التي أصابت إخواننا من الشعبين التركي والسوري، أو من يقيم في هذه في هذين البلدين من الشعوب الأخرى. طيب، هل ثمة دروس وعبر يمكن التوقف عندها واستخلاصها بعد هذه الفاجعة الكبرى التي أصابت البلدين؟ حقيقة إن ما رأيناه من زلازل يعني على مدار 24 ساعة الماضية هو آية من آيات الله عز وجل، وهو حكيم عليم فيما يأمر به وفيما يفعله، وهو سبحانه يخلق ما يشاء من الآيات ويقدرها من أجل تخويف عباده وتذكيرهم بأن الله هو القادر على كل شيء قدير. وقد بيّن الله تعالى ذلك في كتابه بقوله سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. والزلازل هي من تحت الأرجل، هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى تستوجب الرجوع إلى الله تعالى والخشة منه واللجوء إليه والتضرع إليه. وفي نفس الوقت هذه الآيات تظهر عجز البشر وتبجحهم بأسلحتهم التي هي كالريشة في مهب الريح أمام قدرة الله عز وجل التي جعلت المدن خلال ثواني أثرا بعد عين. أيضا هذه الكوارث لابد أن تزيد من الرحمة والتعاون بين البشر، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن لا يرحم لا يرحم. فإذا واجب علينا على من هذا الزلازل التي أصابت إخواننا في سوريا وفي تركيا أن نشد أيدي بعضنا على بعض وأن نقدم كل ما نستطيع من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الناس، من أرواح الناس وإسعاف المتضررين. شكرا جزيلا لك دكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق.